أول مسألة بيقول عند إضافة 8 جرام من نترات الأمونيوم إلى كوب مسعر يحتوي على 125 جرام من الماء، درجة حرارته دي الحرارة الابتدائية T1، انخفضت درجة الحرارة وأصبحت يبقى دي T2، مديني الحرارة النوعية ب4.2، لو ما كانش قالها كنت كتبت 4.18، بس طالما قالها على راسي هو قالها هسمع كلامه. عايز إيه؟ قال عايز حرارة الذوبان المولارية للمحلول بوحدة الكيلو جول لكل مول. صلوا على النبي. ابدأ من عند المطلوب واكتب له القانون. ايوه انا بعرف اكتب القانون. لما يقول لي احسب حرارة الذوبان المولارية، فالقانون بتاعها بابا بيقول لك دلتا اتش، حد فاكر؟ سالب كيو بي على ان. طب كيو بي يا مستر اعرف احسبها؟ قال لي اه يا سيد المستر تعرف تحسبها. كيو بي تساوي ها ام سي دلتا تي. حلو قوي، بس خلي بالك ام ما ينفعش تكون دايبه ولا محروقه، لا دايبه ولا. حلو قوي، اذا ام يا مستري مش ال 8 جرام. قلت له ممتاز. بصمجي قال لي طالما مش ال 8 تبقى ال 125. قلت له ال 125 دي المحلول يا حبيبي المستر؟ قال لي لا ده طلعت الميه يا مستر. يا الله، خدت بالك من الخازوق اللي اول مره يظهر ده؟ حضرتك ام هنا بتاعت المحلول هتبقى 8 زائد 125. الله، يبقى حضرتك هنا تجمع المذاب على المذيب. يا اولاد الذين كان دايما دايما يطبطب عليكم ويفتكرك سخن، كان يضحك عليكم ويقول لك عند اذابة 8 جرام من ملح مش عارف ايه تكون محلول حجمه 1 لتر، فتقول لي 1000 جرام، اقول لك ممتاز. ناخد حجم المحلول او كتلته. هل ده المحلول؟ لا. مال ده ايه؟ الميه. طب والمحلول بيتكون من ايه؟ قال لي مذيب زائد مذاب. يعني هتجمع ال 125 على ال 8. ياه، عشان كده بقول لك الفكره حلوه، فاقرا انت اللي هتختبر نفسك. يبقى الام هنا يا بطل اللي دخل ما قراش المساله، والله خسران كتير، والله خسران كتير. ام مش 8 عشان ما باخدش كتله دايبه، ومش 125 بس لان ده مش المحلول. انا هجمع الاثنين، مذيب زائد مذاب. تعالى اقول كرسي. مذيب زائد مذاب عشان المحلول يا مستر عباره عن مذيب زائد مذاب. ايوه ايوه، وحضرتك اتفرج وافهم واسالني. يبقى تبقى 8 زائد 125 في الحراره النوعيه، هو مديها لي ب4.2، بلتزم باللي هو قاله. وخلي بالك الحراره النوعيه وحده قياسها جول لكل جرام درجه مئويه، فكميه الحراره اللي هتطلع بالجول اللي واخد بالي هضربها في الدلتا تي اللي هي T2 ناقص T1. T2 18.2 ناقص T1 اللي هي 24. ما تقولوا معايا يا جدعان 24 وكام؟ و2. حلو كده؟ اذا كده طلعت كيو بي آلة سالب 3300.6 وحدة القياس جول. قال لي استنى يا مستري، انا هاخد الرقم ده هستخدمه في القانون اللي فوق صح؟ فدلتا اتش هتطلع بالجول لكل مول، هو عايزها في المسألة بالكيلو جول. قبل ما اكملها اقسمها على 1000، فهتطلع بالآلة الحاسبة 3:3516 بالسالب. كده بقت كيلو جول. طب مستر والان نحسبها ازاي؟ بالله عليك ما تسرح وتسيبني يا اخي. الان يا مستر اللي هي الكتله على الكتله الموليه، الكتله المذابه، الكتله المذابه بكام؟ 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 8 على الكتله الموليه تحسب من رمز المركب NH4NO3 نترات الامونيوم. NH4NO3 هيكون مديك الان ب 14 والاتش بواحد. نجمع 14 زائد 4 في 1 ب 4 زائد 14 الاوب 16 3 في 16 آلة 1/10 مول. اذا دلتا اتش محلول تساوي سالب كيو بي سالب وافتح قوس سالب 3:3:5 على 1/10 تساوي 33.5 كيلو جول لكل مول. يبقى حضرات المسألة اللي قدامي كان فيها تركاية صغيرة، ألا وهي وأنا بستخدم قانون كمية الحرارة، إم اللي هي الكتلة، إم اللي هي الكتلة هي كتلة المحلول، فجمعت المذاب على المذيب. الحتة التانية اللي عملناها في المسألة إن بعد ما جبت كمية الحرارة طلعت بالجول قسمتها على 1000 عشان تبقى بالكيلو جول زي ما المطلوب عايز. وأنا باخد الـ N اللي هي عدد المولات، بقسم الكتلة على الكتلة المولية للمركب، بجمع رمز المركب. خلصت المسألة. التركية اللي فيها انه انت بتجيب كيو بي بتجيب كتلة المحلول. لسه جاي من بره يلقط لقطة المسألة قبل ما اخش في اللي بعدها. حد يسألني؟ نشوف المسألة التانية. سموا الله.
المسألة الثانية بيقول لي يعبر عن ذوبان ملح كلوريد المغنيسيوم في الماء لعمل محلول مشبع بالمعادلة. وعايز افكرك كويس قوي عشان حضرتك تكتب معادلة حرارية تعبر عن ذوبان، بتعمل الآتي: تجيب الملح وتكتب جنبه اس اللي هي مادة صلبة، وتعمل السهم تكتب عليه بالعربي مية او بالانجليزي ووتر، وتفكك الملح الصلب الى ايونات موجب وسالب بس، وما تنسى تكتب الدلتا اتش جنبه. دي كده معادلة حرارية اسمها معادلة ذوبان تعبر عن حرارة الذوبان. قال لي ماشي، لو حط العلامة دي تبقى معناها قياسية، ولو انت بصيت في المسألة حبيبي هتلاقي فعلا المادة اللي دابت منها واحد مول. ما هو كلمة قياسية معناها المادة المذابة واحد مول، المادة المذابة معناها ايه؟ واحد مول. فخلي بالك لو جايب حاجة كده هنا في اتنين وضرب كله في اتنين دي ما اسمهاش دلتا اتش قياسية، لازم يشيل الدايرة اللي عليها، لان كلمة قياسية تعني واحد مول. هفضل اكرر لان هي دي اللي هيتسأل عليها. هنشيل الاتنينات دي كده. حلو، نقرأ السؤال. ما كمية الحرارة المنطلقة من ذوبان 19 جرام من كلوريد المغنيسيوم؟ حبيبي كمية الحرارة هنا ما تستخدمش ام سي دلتا تي. ليه يا مستر؟ لا انت عندك معلومات اخرى يا حبيبي مستر. انت عندك دلتا اتش القياسية وعندك كتلة المادة المذابة تعرف تحسب منها عدد المولات. يعني يا سيد الناس تقدر حضرتك تفتكر القانون اللي بيقول دلتا اتش القياسية تساوي سالب كيو بي على ان. شاطر خالص. انت عايز ايه حبيبي؟ اقرا كويس. عايز كميه الحراره. قلت له يعني كده عايز يا مستر كيو بي سالب، افتح قوس، دلتا اتش القياسيه مضروبه في ان. حلو قوي، عندك دلتا اتش القياسيه عندي. ودايما سهل حياتك، دايما شوف ايه المتاح استخدمه، ايه الموجود هستفيد بيه ايه. مش اول ما تقرا المساله او قبل ما تقرا تقول صعبه مش هحل. طب ما الحاجه كلها صعبه مش هتحل، مين اللي بيحل؟ بني ادم زينا. حاول مره واثنين وثلاثه، ما كانش يعرف هو هيوصل للحل ولا لا، بس كل اللي فيها فضل يحاول. الناس اللي وصلت كلها ما كانتش متاكده من الوصول، اللي كان عنده ثقه في ربنا ان هو هيساعده وهيوصله لحاجه كويسه. الحاجه الكويسه دي بنوصل ليها بالمحاوله الكتير. هفضل اقوم اكرر، اولى ثانوي وثانيه ثانوي سنتين ما لهمش لازمه كقيمه، لكن تقدر انت تصنع قيمه لنفسك بانك تحط سيستم لشخصيتك. السيستم ده سيستم نجاح. كل شويه افكرك لاني مش عايزك تندم على حاجه عدت. انا بفكرك وانت جوه المعركه، المعركه النفسيه اللي بينك وبين نفسك. كل اللي هتعمله في المساله ان حضرتك هتعوض تعويض مباشر بشكل سهل. كل اللي تخلي بالك منه وحده القياس هنا بالكيلو جول، فكيو بي هتطلع بالكيلو جول. مسألة اقدر احلها بالنسبة واقدر احلها بالقانون زي ما يعجبك. دايما يا اولاد كيو بي عكس دلتا اتش في الاشارة، اشارة الدلتا اتش عكس كيو بي. يعني كنت اقدر اقول له ان كمية الحرارة اللي طلعت هنا كانت 155 كيلو جول بالموجب. بالموجب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الحراره اللي طلعت من 19 جرام. كنت اقدر اعمل نسبه وتناسب، اقول له الواحد مول بيطلع كميه حراره 155 بالموجب، واحول الجرام ده لعدد مولات واشتغل اطلع نفس النتيجه لاني بفهم. كيو بي عكس دلتا اتش في الاشاره، كيو بي عكس دلتا اتش فين؟ دائما طول الخط. صلوا بينا على النبي. نعوض، كيو بي تساوي سالب، افتح قوس، دلتا اتش بكام؟ سالب 155 مضروبه في ان، حيث ان هي عدد المولات، بقسم الكتله على الكتله، الكتله 19 على الكتله الموليه هو مجمعها 95، اقفل القوس، اله طلعت 31 بالموجب كيلو جول. خلصت المساله. لاحظت ان طلعت بالموجب؟ ما كيو بي عكس الدلتا اتش في الاشاره. ويا اولادي كان ممكن احلها بطريقه اخرى، ان اقول له ان الواحد مول من المركب كيو بي بتاعته، الواحد مول يا اولادي كيو بي بتاعته كانت 155 بالموجب، لان هو كاتبها في المساله دلتا اتش بالسالب. خلاص انت عايز ايه؟ قال لي والله انا عايز اشوف كميه الحراره بتاعت ال 19 جرام. ما ينفعش يا حبيبي تحط رقم بالجرام تحت رقم بالمول، ما ينفعش. فعشان تحول الجرام دي لمول كنت قسمت على الكتله الموليه وشفت عدد المولات اللي طلع، عملت طرفين في وسطين هتطلع نفس الناتج حسابيا. لو بصيت اهي ال 155 في 1995، طب دي سالب يا مستر. يا حبيبي المستر، ما انا حاططها هنا موجب، هي سالب في سالب بموجب، انا حاططها موجب هنا. اللي عايز اعلمه لك ان المساله تقدر تتحل باكتر من طريقه، اهم حاجه تكون فاهم. النهارده ان شاء الله هنكمل حراره التخفيف. كنا قلنا في التغيرات الفيزيائيه كان عندي حاجتين، حراره الذوبان ودي اكتر حاجات بيتسال عليها، حراره التخفيف ودي سهله جدا. في مسائل في الشيت هحل معاك. النهارده هكلمك على التخفيف. عايز تتخيل، تخيل امك قصدي مامي كانت عامله عصير لخمس ضيوف، فجاه بقوا سبعه، تعمل ايه مامي؟ هي دي الام المصريه العظيمه، بتعمل تخفيف للعصير. يبقى كلمه تخفيف يعني ايه؟ نزود ميه. كلمه تخفيف يعني ايه؟ بس خلاص خلصت الموضوع. هناك بعض المحاليل عند تخفيفها ينطلق منها كميه من الحراره فنسمي التخفيف طارد. مع حمزه؟ وهناك بعض المحاليل عند تخفيفها تمتص كميه من الحراره فنسميه تخفيف ماس. اشهد.
اسحب. يبقى التخفيف يا اولاد نقدر نقول له تعريف. قال لي اه، هو كميه الحراره المنطلقه او الممتصه. مستر انت قلت كلمه قياسيه، يبقى لكل يبقى لما اقول لك قياسيه يبقى الماده اللي بتكلم عليها 1 مول. معايا فرح؟ يبقى الكل مول من المذاب عند تخفيف المحلول من تركيز اعلى الى تركيز اقل. اعمل له تخفيف يعني ازود له ميه. قال لي قياسيه، اقول له يبقى في الحلقة. يبقى حراره التخفيف هي الحراره المنطلقه او الممتصه لما اعمل تخفيف لواحد مول من المذاب في محلول عشان احوله من تركيز اعلى الى تركيز اقل. مستر التخفيف بيتم ازاي؟ قال لي بحاجتين عكس بعض. عشان اعمل تخفيف يا اولاد، اولا يتم ابعاد جزيئات المذاب عن المذيب في المحلول. مش انت كان عندك المحلول اصلا عبارة عن ده كده لو ايون موجب، كانت المية محوطاه بالسالب بتاعها من كل حتة ومرتبطة بيه، والايون السالب كانت المية محوطاه بالموجب بتاعها من كل حتة ومرتبطة بيه. قال لي اه. طب عشان اعمل تخفيف يقوم نقول للموجودين معلش وسع شوية. معلش عشان احنا هنزود مية فيوسعوا. ايوه استنى العملية الاولى اسمها ابعاد. العملية الاولى اسمها ايه؟ يبقى بجهز عشان ازود مية، فاقول للمذاب والمذيب اللي في المحلول اقول لهم معلش حبة كده تاخر كده، ده اسمه ابعاد. هسأله لو فاهم رد. ابعاد يمتص طاقة ولا بيطلع طاقة؟ يعني موجب ولا سالب؟ صح. يبقى العملية الأولى اسمها إبعاد، ودي عملية ماسة يعني إشارتها موجبة. نزلت المية الجديدة فارتبطت باللي موجودين بقى، مذيب ومذاب، عملت عملية تانية اسمها عملية ارتباط. رد عليا لو فاهم. الارتباط موجب ولا سالب؟ طارد ولا ماس؟ يبقى العملية التانية عملية سالبة. فلو طلبت من حضرتك ببساطة انك تحسب لي حرارة التخفيف، تقول لي يا مستر انا عندي حرارتين. التخفيف يعني دايليوشن بنرمز له بالرمز دي اي ال، مجرد بس عشان دلتا اتش بقت كتير فكل واحدة بنعلمها بحاجة، فهجمع دلتا اتش 1، وخلي بالك يا مستري دي بتاعت الابعاد باشارة موجب، زائد دلتا اتش 2، خلي بالك يا مستري دي بتاعت الارتباط دي باشارة سالب. والله لو الموجب كسب يبقى دلتا اتش هتطلع بالموجب، لو السالب كسب دلتا اتش تطلع بالسالب، يبقى هناك تخفيف طارد وهناك تخفيف ماس. وهنا اسال عيالي اللي بيفهموا رد عليا، صلوا على النبي. لو قلت لك تخفيف دلتا اتش بتاعته بسالب 155، سمعت الرقم؟ تخفيف ده طارد ولا ماس؟ طارد ولا ماس؟ فسر التخفيف ده ليه طارد، ما تقوليش عشان سالب. ها قول يا بابا. ها لان الطاقة المنطلقة من الارتباط، الطاقة المنطلقة من؟ أكبر من الطاقة الممتصة من ال؟ لا كله هيقول بقى، كله بقى فاهم. لو سألت عندي ذوبان، آسف، تخفيف دلتا اتش في بالموجب، رد عليا، ليه بالموجب؟ لأن الطاقة الممتصة أثناء أكبر من الطاقة المنطلقة أثناء. بس مبدا يا حبيبي انا خدته في الذوبان وبكرره عندك في التخفيف، صعب الكلام؟ يبقى التخفيف بيتم على عمليتين، العمليه الاولى اسمها عمليه مصه ولا طارده؟ مصه ولا طارده؟ مصه. العمليه الثانيه عمليه مصه ولا طارده؟ اي ارتباط طارد، اي ابعاد ماس. خلاص؟ لما اجمع الاثنين على بعض يا اولاد ده بيديني الدلتا اتش ذوبان محلول. يبقى كده بتاع التخفيف بجيبه بان اجمع دلتا اتش 1 اللي هي بتاعه الماس على دلتا اتش 2 بتاعه الطارد. يعني هو لو اداني قيم انا هخلي بتاع الابعاد احط له موجب وبتاع الارتباط احط له سالب واجمعهم على بعض، واللي يكسب هو اللي ياخد الاشاره. عمليه التخفيف في البدايه لازم تبقى ماس، لان في البدايه لازم ابعد، لكن بعد الانتهاء بقول له والله فيهم واحد يكسب، يا الماس يكسب يا الطارد يكسب. كده يكون خلص الدرس الاول، والنهارده هنبدا في حتة صغيرة من الدرس الثاني، حاجة اسمها التغيرات الحرارية المصاحبة للتفاعل الكيميائي. كنت قلت لك على الأمثلة بتاعتها، كان عندي حاجة اسمها حرارة احتراق وحاجة اسمها حرارة تكوين. هعلمك النهاردة يعني ايه كلمة احتراق، ويعني ايه حرارة احتراق، ويعني ايه حرارة احتراق قياسية. خليك مركز عشان دي بيجي عليها أسئلة كتير جدا في الامتحان وبتيجي في المقالي، يعني انت اللي هتبدا تكتب وتتشطر ويجيب لك معادلة انت تكتبها كاملة وتوزنها. صلوا على. نبدأ بالاحتراق. الله يسعدكم. بسم الله. عارفين يعني احتراق؟ يعني احتراق
قال لي اتحاد سريع للماده مع الاكسجين. يبقى لما يكون عندي البوتاجاز، عارفين الغاز بتاع البوتاجاز، الغاز اللي بيطلع اول ما تقرب له شراره بيحدث له عملية تسمى عملية احتراق. ليه؟ قال لي اتحد مع الاكسجين اتحاد سريع. خلي بالك في اتحاد بطيء اسمه صدى، مش ده اللي بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على الاتحاد السريع اللي اسمه احتراق. يبقى اسمع، عن احتراق اتحاد سريع للمادة مع، اذا اي احتراق معناها ان المادة اللي بتكلم عليها زائد O2. تاني، احتراق يعني اتحاد سريع للمادة مع، مش سامع، احتراق يعني اتحاد سريع للمادة مع، احتراق يعني اتحاد سريع للمادة مع. مستر، المادة اللي بتتحرق هتمتص طاقة ولا هتطرد طاقة؟ هتمتص طاقة ولا هتطرد طاقة؟ عالية يا اسحي يا عسل، قول لنا عالية يعني احتراق. اتحاد سريع للمادة مع الأكسجين، قول يا عالية. اتحاد سريع مع الأكسجين اسمه ايه يا عالية؟ اسمه احتراق. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انت نايم من بدري. يبقى كلمة احتراق يعني اتحاد سريع للمادة مع. لما نيجي نولع في البوتاجاز، الله يولع في البوتاجاز، نفتح البوتاجاز ونديله شرارة، الغاز اللي طالع يتحرق، معناها اتحد اتحاد سريع مع الاكسجين وينتج عن هذا الاتحاد طاقة حرارية. ماشي مستر، وانا بقول حرارة احتراق ينفع اقول الطاقة المنطلقة او الممتصة؟ قال لي لا، الاحتراق عمره ما يمتص طاقة. عمرك كده عملت احتراق ورحت حطيت ايدك في المادة وهي بتولع كده وتقول الله ايه السقوعية الحلوة دي، ولا تيجي تقرب ايدك تتحرق؟ اي احتراق طارد، الاحتراق دائما طارد، دائما يا اولاد دائما الاحتراق بيطلع حراره. فلما اجي اقول تعريف حراره الاحتراق بقول له هي كميه الحراره المنطلقه عند احتراق الماده احتراقا تاما في وجود الاكسجين. سمعني صوتا وقول لي يعني ايه حراره الاحتراق. كميه الحراره، كميه المن، ما ينفعش اقول المن لان مفيش احتراق بيمتص طاقه في الحياه. يبقى تاني، حرارة الاحتراق هي كمية، حرارة الاحتراق هي كمية ال عند احتراق المادة احتراقا تاما في وجود، في وجود. لو طلبت من سعادتك اضافة كلمة اسمها القياسية تقول لي كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق 1 مول من المادة احتراقا تاما في وجود الاكسجين في الظروف القياسية. خلاص انت بقى عندك سنس التعريفات، عندك 4 تعريفات في كلمة قياسية، حضرتك تركز على كلمة 1 مول. يبقى عايز اسمع تاني، حرارة الاحتراق القياسية هي كمية الحرارة ال، مش سامع، كمية الحرارة ال عند احتراق، عند 1 مول من المادة احتراقا تاما في وجود. تاني، حرارة الاحتراق القياسية هي كمية المنطلقة عند احتراق 1 مول من المادة احتراقا تاما في وجود. اجين، حرارة الاحتراق القياسية، خلي بالك خلي بالك، لما اقول لك حرارة احتراق قياسية يبقى المركب اللي بتكلم عليه لازم وزنه في المعادلة يكون كام؟ لازم، ده اللعبة هيبقى على الجزء ده. تقدر من المسألة مستر يكون كاتب لي دلتا اتش بتساوي سالب 880، حلو، وحاطط علامة القياسية والمركب اللي بيحترق 1 مول. اقول لك احسب كمية الحرارة، قول لي محسوب، هغير الاشارة بس. ما هو طالما قياسية دلتا اتش هي نفسها كيو بي، ما طالما عدد المولات كام، خلاص ما انا هقول له سالب كيو بي على ان، الان بكام؟ ما هو طالما قياسية بقى الان بكام، وسالب هتضرب في السالب بتاعة المسألة، غيرت الاشارة. يبقى اسمع تاني، حرارة الاحتراق القياسية قول هي، انا مش سامع، هي ال عند 1 مول من المادة، قولي احتراقا تاما في وجود. اسمع تاني، حرارة الاحتراق القياسية هي كمية بس، في بنتين بس عايزين يقولوا لوحدهم عشان هم يعني ايه حاسين ان هم حافظين اكتر من خلق الله. يلا قولوا انتوا الاثنين، ها، بصوت المجموعه كلها، حراره الاحتراق القياسيه هي كميه، ها، المنطلقه عند احتراق 1 مول من الماده احتراقا تاما في وجود. قلت قياسيه، قول في اخر التعريف في الظروف. مؤمن حلف عليا قال لي انا هقول لوحدي، قلت له قول قول يا مؤمن اتفضل. حراره الاحتراق القياسيه هي كميه الحراره، هي كميه المنطلقه عند احتراق 1 مول من المادة احتراقا تاما في وجود الاكسجين في الظروف الايه؟ قول لوحدك بقى عشان ما يقولوش بساعدك. الحرارة المنطلقة، يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا، الفرق ما بين اللي بيسمعنا على الفيديو واللي بيسمعنا هنا هو شوية التفاعل دول، فلو انت جاي وخسرتهم يبقى انت اقعد في البيت واسمعني في الفيديو احسن. البنت بتقولي ماشي، سمعتك على فكرة، ايوه سمعتك، ماشي. يلا مؤمن معلش احنا قطعناك. من المادة احتراقا تاما في وجود في الظروف، نقولها مره كمان كده، يلا روح الجماعه، ها، احتراقا تاما في وجود، معلش كان عندي حد نايم صحي، نقول تاني، ها، كميه
منطلقة عند احتراق 1 مول من المادة احتراقا تاما في وجود في الظروف. حلو قوي، صلوا على النبي. المركبات العضوية، ودي اكتر مركبات بنستخدمها في الاحتراق، لان هي المركبات اللي بتنتج كمية كبيرة من الطاقة عند احتراقها، زي غاز البوتاجاز، زي غاز الميثان. المواد دي هتلاقي رموزها كده مكركبة وتحسها تقيلة على قلبك، معلش هو هيديك الرمز. يعني لو قال اسم غريب ما تتخض، هيديك رمز المركب، هيديك رمز المركب، ويقول لك اكتب لي المعادلة المعبرة عن احتراقه. ما تصلوا على النبي. اي مركب عضوي يحترق احتراقا تاما هتقوم كاتب رمزه زائد O2 سهل عليه حرارة. النواة تكسب CO2 زائد H2O في كل المعادلات، الوزن بس اللي هيبقى عليك. يبقى لما اطلب من حضرتك كتابة معادلة احتراق تقول لي بس هات لي المركب. ما انا معرفش اسم المركب العضوي ده، علم الواحد وهتاخده في 3 سنة. هو هيديك رمز المركب تكتبه زائد O2 سهل، بعد السهم ثابت CO2 زائد H2O ووزن. طب الوزن هيبقى تقيل يا مستر، ده انت بتقول مركبات مكركبه عم سيف. بقول لها ما تقلقش، انا هدي لك سر كده على المركبات اللي فيها كربون وهيدروجين، ودي معظم المركبات اللي انت هتتعامل معاها، هدي لك سر الوزن. طيب صلوا مين على النبي. يا ريت تطلع كراستك وتكتب معايا، ده لو انت يعني لو انت حاب الموضوع يعني. لا مش حاب الموضوع، هنزل بعصا حببك فيه. يعني الحب عندنا هنا يعني في ديمقراطيه بس بالاجبار. يعني لو انت عايز بس غصب عنك طلع ورقه وقلم. يلا اتفضل. هنفضل نتهرش بقى طول الحصه نطلع ورقه وقلم. ها بسم الله. لوزن معادله تتكون من كربون وهيدروجين فقط نطلق على هذه المركبات هيدروكربونات. المركبات التي تتكون من كربون وهيدروجين فقط، المركب ده اسمه هيدروكربون. اسمه ايه؟ يتكون من كربون وهيدروجين فقط، والقاعدة اللي هقولها تنطبق عليهم هم بس. يعني انا بسهل عليك، في 80% من المركبات اللي فيها كربون وهيدروجين فقط. شايفة يعني لسه ما حاجة؟ ما اكتبي اول مركب وبعد كده اكتب التاني، وانا هوسع اهو. ده صحي تقرفنا. بصوا حبايبي، لما تيجي تكتب معادلة الاحتراق فاللي هكتبه فيهم كلهم زي بعض، الوزن بس المختلف، كلهم كلمة احتراق يعني زائد O2 وتعمل سهم، بعد السهم ثابت CO2 زائد H2O ثابت ما بيتغيرش، دايما دايما ثابت ما بيتغيرش. يبقى اللي عملته ده كده هو اللي هيتكرر فيهم كلهم. اللي عملته ده اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي هو اني كتبت زائد O2 بعد السهم ثابت CO2، بعد السهم ثابت CO2 ما بيتغيرش الكلام ده، CO2 زائد H2O. فدايما لما تيجي حضرتك تكتب معادلة احتراق تقول يا مستر هعمل زائد O2 بعد السهم ثابت بعد السهم CO2 زائد H2O. كل اللي هعمله اني انا هوزن الO منها كم واحدة، CO2 منها كم واحدة، H2O منها كم واحدة بس. خلينا كده نعمل اول 2 وبعد كده اقول لك المبدأ. صلوا على النبي. واحنا بنوزن يا اولاد بنعد، C داخلة كام، خارجة كام، ماشي، H داخلة كام، خارجة كام، هضرب هنا. حلو قوي. طب خليني اقول لك المبدأ، الرقم اللي تحت السي هو اللي بضربه في ثاني اكسيد الكربون. الواحد ما بيتكتبش. الرقم اللي تحت الاتش بضرب نصه في الميه، يعني هنا كانت 4 هضرب في 2، هنا كانت 10 هضرب في 5. تاني، لو تخيلت الرقم اللي تحت الكربون ايا كان الرقم هو اللي هيتضرب في ثاني اكسيد الكربون. الرقم اللي تحت الاتش 4 يبقى هضرب هنا في 2، 6 هضرب هنا في 3، 8 هضرب هنا في 4، يبقى وزن الميه وثاني اكسيد الكربون سهل في ثانيه. السي تحتها رقم كام هضربه في السي او 2، الاتش تحتها رقم كام هضرب نصه في الميه، نصه لان الميه اتش 2 او. صعبه؟ طيب صلوا على النبي. المشكله كلها عند الاو 2، وزنها ابن سخيفه. طب تعالوا نجرب، الاو داخله كام خارجه كام، 2 و2 يبقوا كام، فهضرب هنا في كام، هضرب هنا في كام، لسه انا ما قلتش مبدأ. طيب خش على اللي بعدها كده، ربنا يسعدك. قال لي مستر اول حاجه اعملها اقول له زائد O2 سهل، ها CO2 زائد H2O. يلا وزنوا انتم، اوزنوا انتم السي O2 والH2O بسرعه. سي اضرب في كام، الاتش اضرب في كام، سهله. ها مين قال لا، مين قال لا، يقول لي بشوف السي تحتها كام بضرب السي O2 فيها، الاتش تحتها كام بضرب الH2O في نصها بس. حد متلخبط؟ طيب تعالى لخبط، واقول لك على طريقه توزن بيها الاكسجين بكل سهوله. صلي على النبي. صلي تاني. هتجيب الرقم اللي تحت الهيدرو اللي تحت الكربون، الرقم اللي تحت الكربون، وليكن مثلا هدي لك المبدا العام اهو، اي رقم تحت الكربون هرمز له اكس،
اي رقم تحت الهيدروجين هرمز له واي. عشان الرقم يتغير يبقى انا خلاص عارف الرقم اللي تحت الكربون هو هعمل فيه ايه، الرقم اللي تحت الهيدروجين هعمل فيه ايه. صلوا على النبي. هجيب الرقم اللي تحت الكربون زائد الرقم اللي تحت الهيدروجين هقسمه على 4 بس، ده كده الوزن بتاع الاوتو. هتعمل ايه تاني؟ هتجيب الرقم اللي تحت الكربون زائد الرقم اللي تحت الهيدروجين هتقسمه على 4 بس، الرقم اللي تحت الكربون 3، الرقم اللي تحت الهيدروجين هتقسمه على كام؟ هيطلع لك وزنة الاوتو. جرب معايا وشوف. يلا بابا، تحت الكربون كام؟ تحت الهيدروجين كام؟ هتبقى 3 زائد 8 نقسمها على كام؟ 8 على 4 فيها كام؟ فيها 2 زائد 3 يبقى المجموع، يبقى وزنة الاكسجين 5. جرب شوف انا عملت صح ولا غلط. معلش دي طريقة بتسهل عليك انك تعد كتير. تاني عشان توزن الاكسجين هتشوف الرقم اللي تحت الكربون زائد الرقم اللي تحت الهيدروجين اقسمه على 4. جرب 5 في 2 ب 10، شوف اللي خارج 10 ولا انا كذاب. 2 في 3 ب 6 و 4 10، طلعت صح. طب تعالى نجرب مع بعض كده يا اولاد في اللي بعديها. انا عايز اسكت واسمعك، سمعني صوتك. انا عايز اكتب المعادلة الحرارية. ها زائد، لا الناس كلها تسمعني، زائد سهم يديني CO2 زائد H2O. سم الله. C تحتيها كام؟ اضرب الـ CO2 في كام؟ H تحتيها كام؟ اضرب H2 في كام؟ حد زعلان؟ طيب تعالوا الوزن الاكسجين هنعمل الاتي. نشوف الرقم اللي تحت الـ C زائد الرقم اللي تحت الـ H هقسمه على 4. يبقى 5 زائد 10 على 4 فيها كام؟ 2.5. يعني 2.5 زائد 5 ب 7.5 اللي هي 15 على 2. ينفع اوزن بكسر؟ ينفع، لانه بيعبر عن عدد المولات وليس عدد الجزيئات. مليني المعادله بصوت عالي، اسمع صوتك. شطور. نوزن يا سيدي الناس. سي تحتها كام؟ قول. نضرب هنا في 7، الاتش تحتها كام؟ نضرب هنا في كام؟ هنضرب في 16. ما انت بتقطع في الكورس. عايزك توزنني الاو 2. ابوس ايديك، احفظ القاعده التي تنطبق على المركبات الهيدروكربونيه. 7 زائد 16 على 4. 16 على 4 فيها كام؟ 16 على 4 فيها كام؟ زائد 7 مجموع كام؟ راجع ورايا، لو طلعت غلط اغير الطريق. لا طبعا تطلع صح. شاهدوا صحة يا اولاد؟ يلا شاهدوا وزن لنا اخر واحدة دي. مليني كده يلا زائد. الله. ها يديني. لا لا مليني الأول الكيان الأساسي بعد كده الوزن. الله يسعدك يا شيخ، خليكي صح. يبقى هضرب هنا. جميل. الاتش تحتيها كام؟ جميل. نيجي بقى على الأو 2 صاحبة المشاكل العظمى. 8 زائد 16 على 4 فيها ال 4، يعني 8 زائد 4 المجموع طلع كام؟ ده سر من اسرار العضويه بنقوله بتوع ثالثه ثانوي، غلابه خدوه. بس خلي بالك السر ده بينطبق على اللي معاه سي واتش فقط. صعب الكلام؟